خطت التكنولوجيا خطوات كبيرة، وأصبح الحدث العلمي والتقني الأهم في السنوات الأخيرة هو انتشار وسائل الاتصال بمختلف 4 كيلو زيادة بسبب المعكرونة. منذ سنوات اعتادت إلهام شاهين السفر إلى مهرجان كان سينمائي. ألو ابنة، لكن الله يهديك يا بنتي، قرا غير بشوية ما كتعرفيش. كرتيني شتي دابا البارح. الله يخليك بنتي، بلاتي غندوز الخبر ونعاودي. بابا بابا عفاك بابا، نقص شويه الفوليوم. نقصي انت من الفوليوم وخليني نسمع الخبر، الله يرضي على بنتي. اسمع لي انا بعدا، جاتنا السعديه البارح، جات عندي. انا مزوج فيك، انا مزوج فيك، غير تسالي هذا الخبر ورا ما يعاودوا عليك. انا دابا نقطع الحس باش انت تصنت الخبر. واخا سيدي. الغرابه في القول بان العالم يشهد عبر وسائل الاعلام والاتصال تطورا. يلا لا لا، هالخبر تقاضات. يلا قولي اشنو عندك خويا. حنا ملي تزوجنا وانت هو انت ديما تصنت لي على الخبر. الناس غدا القدام، العالم كيتبدل، كلشي كيتغير، وانت هو انت. علاش؟ شنو هو السبب؟ السبب على الله هو انني تزوجت بك، سمعتي؟ انا كنزيد القدام وانت كترجعي بيا مارشاريال. احمد الله وبوس الارض 7 البوسات اللي قبلت انا ورضيت وتواضعت وسترت. 7 البوسات لو 12 بوسه راه دا جمع راسك. انا راه كنتعبتوا عليا الجميلات ديال العالم، كنت كنتراجل معاهم فرق التعارف، وفي الاخر ما رضيتش بهم وبقيت من الفخ حتى طحت في الفخ. لا لا والله العظيم، لا والله العظيم الا بابا عنده الحق. قولي لي عرفتي؟ لا هو خليني نقول شهاده الحق. دابا شتي بابا ملي كيلبس داك الكومبلي ديالو كي كيجي ماشي كيحمق ويلي. انا تنتي راكي شتي، انا ملي كنلبس داك الكومبلي كنحس بالهمه والنخوه، كنحس براسي بحال شي مسؤول. شحال كاع يكون دابا هادي من عام باش صوبتيه؟ ما صوبتوش، هذاك راه شريتو مصاوب. بغيت ابورتي. ايه داك دابا نقول لك شنو، شي 19 عام قبل ما نتزوج بابا ب 3 سنين. اش كضحكي؟ ماشي بزاف 19 عام ماشي. وناوي ان شاء الله الا طول الله العمر غادي نخلي له الاولاد ولادي. مزين، ايش غتخلي ليهم؟ الناس كتخلي الفيلات والعمارات والديور والبطوات. انت تخلي شرويطه بس عاد بابا شنو دير؟ بيعوا شي متحف حسن. ما غادي ما غايجيبش الثمن ابنتي. عرفتي هذوك الاشياء النفيسه كاع ما يعطيو فيها. عنده الحق بابا، عرفتي شكون اللي غيعطي فيه الثمن؟ شكون؟ مالي اللواني. اللي ضربك على مالي اللواني. لبنى شوفي شكون ابنتي. انت عارفه شوفي شكون؟ نوضي ماما كتشوفوني كنقرا تقولي شوفي شكون. وي 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 الباب كيتهرس وانتوما جالسين تما. شنو وقع الا شفتي شكون؟ زعما لطفي بوحدو هو اللي يحل. ما عرفتوني عيان، ما عرفتوني ناعس، ما عرفتوني. شنو فيها؟ اشنو فيها؟ اسيهم لطفي الا تواضعتي وفتحتي الباب. ما فيها والو. شنو غادي يوقع؟ لاني نيت هاد خينا هذا اللي كيسرسر دار شي قليل النفس. عندك غير يكون شي حد مال الكريدي. الكريدي لطفي الله يرضي على ولدي كيف العاده. إلا كان شي حد عليا قول له برا مسافر. وإلا كان شي حد بحال خالتك السعدية قول ليها رانا كنصايب العشاء. أنا غنمشي معاك، أنا غنمشي معاك. صايبي العشاء يا والدة، أنت اللي كتفهميني في هاد الدار. علاش أنا بغيتي تحلي الباب؟ على بالي ما كتشوفنيش كنقرا. وإلا كان شي حد عليا أنا عيانة. اليوم اخويا حتى واش جيتي بالصقد؟ واش كنقول لك اخويا، دزت ما لقيتش مالي الدار وانا تبان لي غير نتايا اخويا لطفي. والله الا توحشتك اخويا، توحشتك. هذه صاحبه ولا طالع؟ ما عنديش من غيرك اخويا. جيتي من الطياره عند صاحبك؟ واش غدير اخويا، راه انت اللي كاين العزيز. قول لي يا صاحبي جبتي لي شي حاجه في هذا الصك هذا؟ هذوك حوايج المسخين. الله يعطيك سير 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 لا الشابر ديالي نهضروا شويه. مرحبا بك، مرحبا. سير سير الشابرة يا هذيك الشابرة. وين توحشتها؟ بيني؟ تا بيني ولا ما بيني، خلينا من الهضرات. قول لي بعد دبرتي علاش طالعني يا قلتي الوراق؟ عاود لي عاود لي. ترى بلي مشيت وانا خدام تنقاد في الطباصل، ما كاين هي تماره وتكرفيت. اش قديت؟ ما تقوليش ما قديتيش الوراق حتى هما. قديت البرد.
اجي نقول لك جمعتي شي تقرقيبه فهمتي الفلوس جبتي معاك شي ها لا هو تقرقيبه حتى راه جيت مقرقب وزاويه من تقرقيبه كتصاحبوا معايا غير الزوين بسم الله الرحمن الرحيم شكون انت يا لطفين؟ مزيان الحمد لله بعدا جيتي بالسلامه والعافيه الله يحفظك والصحه الله يحفظك والله الا راه عارف اللي كاين اللي خطاك الخير لطفي عرفتي ما عندي ما نخبي عليك راه دزت للدار ما كنتش مالين الدار الوالده والوالد مشاو للبلاد وراك عارف ما نقدرش نخلط عليهم انايا الهضره ديال مالين الدار وديال عباد الله والعائله ومشى للطليان ما دار والو ما جاب العاقه دابا الله يحفظك غادي نجلس عندكم واحد شي شويه زعما نجلس معاك هنايا والله ما نفوت شهر 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 شنو هو شهر قول ديك قول انت بحال جيتي من الطريه قول شهرين قول ثلاث شهور قول خمس سنين كاع بالدنيا جات قليله ياك اخويا خويا لا قليله الله يخطيك والله راك خصيب لا يا ودي قليله ولكن مالك باغي تبكي لا لا دابا انا فرحان مع بحال جيتي وجبتي معاك الحوايج بوسخين وداك الشيء الفرحه وما صوتيش الوراق الله يخطيك اخويا عرفتي تكمل خيرك راني عيان طحطح غادي نتكا شويه وجعنيت عقدني كما راسك ارتاح ما جبد مع راسك ارتاح حوايجك غادي نصبنهم ليك كل شيء فهمتي وانا غنمشي نشوف الوالده راه مسوقو جدا لنا العشاء وغتعشى مع راسك ما خصناش نتعطلوا عليك العاد وفازي يا خويا فازي فازي يا خويا نادر على ربي الا ما ديريش طلينا على وقفتك انا مزوج فيك الغزاله الله 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 مربوع سنين هادي خويا ما سمعتني بحال هاد الكلام غزاله غزاله وانا ما نقولكش غير الغزاله نقول لك الغزاله ونقول لك المشيشه ونقول لك البقيره ونقول لك الفيعه وبارك راك تمسك الله يرحمك بلاتي اخويا علاش هابط حنا غنطلعوا لك العشاء وبلاتي غير يطيب وصافي خويا لطفي ما ديرهاش مني قلت الصواب راه يضرني الجوع عرفتي وانا وقتك لا تنساني وهبط لا ما غاديش نساكش انت اللي نسي راسك اما ديك الساعه فاش كنتي في الطليان دبر على طالينيه وصاوب الاوراق وما تجينيش انا دابا في هذا الوقت هذا وراك واحد كنقيس افكار في صاحبتي ما نبغيهاش العدويا خسرت الفلوس وكل شيء وجابش الله طاليانيه كتقولي طاليانيه صاحبي عرفتي راه مشيت لشي طاليانيه عرفتي بخير كنقول هذه هي اللي غتنقدني سير ديك الساعه شي وحده خايبه تقول لك ماروكينو اجي تزوجينو تزوجينو اش كدير ديرينو الله سير عند شي وحده ما تدخلهمش من السماء هي كيسمعوك مروكي كتبقى تقول لك مروكينو نيتي نيتي مروكينو والله ما تعرف اشنو دايرين ليهم كاع شنو واحد القضيه فهمت انا بلاصتك مشي عند شي وحده واخا تكون زوينه كاع ولكن تكون سمكه ولا تزوجيني ما تعرفش اش قلتي ليها كاع ودي هذيك الساعه قدير غرض سمكه صاحبي وتعيش حياتك كلها في تماره السي اللي بغى العسل يصبر القريص من الحل هذا راه ماشي قريص من الحل هذا راه قريص العقارب دابا صافي دابا مشيتي للطليان جلستي عصر تما ما خدمتي ما دمتي ويلي 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 ومن وراك هي راجي وخدم راه حتى الخدمه بالوجهيات تما معلي الشيطان هذا راه كوني تحشمي معلي الشيطان دابا سير والو ماك عمي ياك بريبي حياك ياك السيبه نظيره الا شديتيني قدديني وهنا شعلين يا كبري بيها بلاتي تتنزل خليني عليها الله يرضي عليك ولدي غير حيد غير اسمعني واش السيد يلاه جاي من الطليان جاي حتى عندنا لنا واش غادي يقول عندنا دابا ها السيد من الطياره جا عندنا للدار توحشنا بغى يشوفنا احماق علينا حشومه هادشي اللي كنديروا ليه الطليان 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 جا للدار شوفني داكشي باش خصنا نتهلاو فيه انت دابا كتعرف الناس ديال الطليان تيكونوا بوكو فلوس والله الا عندك الحق على لطفي صافي شوفي مع صافي صافي تبيع للفقراء بركه من الميزيريه والله الا عندك الحق لطفي ها انت شوف اكثر من 20 عام ولدي ديال الزواج ضاع فيها شبابي وعمري وكلشي ماريمار شنو لا بغيت نقول دابا يلا لقيتيني كنهضر معاه دابا قال لك انا دابا غنعرض مع العائله كلها نمشيو للاوتيل كوجيمار ربي ربي شحال هادي نيت ما خرجت والله الا شحال هو سعيد دابا انت سمعتي الاوتيل وما يخرجوا عينيك سير الحبيب السيد وقولوا ليه مرحبا بك والله يديك الشفا تبتنا على الشهاده والله ما دخلتي راكي غلطه في العنوان ويلي على غلطه ياك انت هو حميد لا انا هو حميد الوالدة حيدي هذا الشيء هذا راه كيتخلع سمح لي يا وليدي نهار كبير الله يبارك فيك يا خالتي الله يبارك فيك
والله الا ريحه الطليان. زيد وين مخلي روح زيد 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 تحامي تحامي. قولي يا وليدي وقتاش جيتي؟ يلا اليوم انا مازال كاع جيت بساكن لهنايا والله حرجه مسكين. وجيتي في الطوموبيل؟ لا جيت في الطوستوب. لا بغى يقول جاف 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 واحد واحد الطياره دابا صنعها جديده كيتسماو اوتوستوب. ايه واحد الطياره كتمشي بالبرد سميتها الطوستوب. ساره يا ولدي وعلاش ما تجيش في الطياره كتمشي كطير بليسانس؟ حتى انت يا خالتي الله يهديك كلشي بحال بحالي بنادم ما يجيش على رجليه وصافي. قول لي يا حميده وليدي فين هما حوايجك؟ ما هو لابسهم حوايجي هما خالتي. لطفي مني سول صاحبك انت اسكت. انا ما بغيتش نقول الحوايج هادو بغيت نقول السيكان والبلز ودوك العرام ديال الماع اللي كيجيبو الناس من الطليان فين هما؟ حوايجي انا كلهم جمعتهم بواحد الصاك قداكوا. شويه قداكوا زيد نقص والله الا قداكوا يا خالتي والله حتى قداكوا. يا مرحبا سي حميد مرحبا مرحبا بك مرحبا بك. اش عمرك شتي شي حد زي من الطاليان جايب لي صيق هكا ديتيني هبيله؟ لا دابا حقاش صاحبي حميد عنده واحد الصاك تبارك الله الا فات الا باغي يكبر وكيولي قد لقيطون فهمتي ولا بغى يسخرو بقدره العلي العظيم كيولي قد الصاك هادو صغيور ياك صاحبي. حتى خالتي انا راه شفت اربعه ديال الصيكان كبارين وثلاثه منهم طاحوا لي الطياره. يمكن ما سدوش الباب مزيان ديال الطياره. انا داكشي علاش باش نجيك بحال الطياير هادو عندهم واحد الكريشتونات ما كيردوش الباب مزيان. ايوا باش قلت لك انا من الاول علاش ما جيتيش في الطياره كطير بليسان؟ لا انا ما بغيتش. وعلاش؟ حيت البورت باكاج ما كيهز والو خايف صغير. دابا عاد وليداتي انا غنمشي نكمل العشاء باش يلاه انت باين عيان وجيعان. يا خالتي والله العظيم. ماما شكون هاد الولد اللي مع لطفي؟ ويلي علاش كون هاد الولد اللي مع لطفي؟ ما عرفتيش هذاك حامد صاحب لطفي اللي في طاليان؟ ولي والله ما عرفتو. هذاك حامد كيبان ليا انا بحال شي فروج سمين وشحم. يا ماما كتعرفيني ما كنحملش الشحمه. واخا انا نقول دجاجه بكمونه وعلاش ما ردوش لحم بقري باللوز والبرقوق؟ انا اللي بغيتيها نحاولوا نشوفوا. ناري يا ماما انا راه عارفك طيابه نمبر وان. لك ناظره طيابه ونهار كتنوي طيب شي حاجه كطيبها واجرك على الله. يا ماما جبتي لي الموت ديال الجوع اش دايرين بعدا العشاء اش دايرين؟ والله ما عنده زهر يا بنتي يا منى اليوم اللي جاي نوم الطليان وجاي في الطياره طيبه الحريره. حيت زعما البارح كنا دايرين غصوب والخميس تعشينا باتاي او الاربع لومليت او الثلاث البيض ومطيشه اثنين زعلوك والله حتى زعلوك. وزيدون الناس اللي بغات تحافظ على الرشاقه ديالها تتعشى خفيف. حنا اللي بغى يجي عندنا خصو يجي النهار اللي يكون جايب بسيدي. لا لا باز لسانك طول من كتافك نودي تعاوني نودي. شنو غادي نصايب شلاضه؟ شلاضه وشوفي المناضه نيت والتوريطه دابا هادي ورطتينا كيفاش غندير؟ صافي دابا انت الحاجه اللي قلت لك ديرها الخطه اللي درنا هي اللي غادي تتبع ولا ما غادي تبان حتى ليله وحده في هاد الدار. اش كيدير دخينا هنا؟ الوالد هذا صاحبي حميد يلا عرفته يلا جا من طاليان جاب معاه الفلوس وبغى يدير واحد المشروع مهم في البلاد. فلوس فلوس جاب معاه الفلوس من طاليان. على سلامت وليدي حميد على سلامت. على سلامتك بارك الله يخطيك يا عمي. شنو بارك مالكاش انت شنو خاسر؟ خليني نهني الولد ونقول له على سلامتك. صافي صافي بارك بارك عليك وليدي بارك عمي راني ما مسوف ليش نيت. عندي مشكل انا بغيت نبقى نرحب بك حتى الصباح انا مستعد. لا عمي في بلاد برا ولفت سلام من بعيد. ياك عندو سيدي على سلامتك. ايوا قول لي قال لي لطفي بانك جبتي شي فليسات وناوي دير شي مشروع اولا غنديروا ان شاء الله شي وزين ديال الفلالس. فلالس ايه بغيت نقول عمي زعما غادي نبداو نصاوبوا داك الاواني الطينيه وصدروا على الخارج فيها الفلوس بزاف. لا لا العدد هذا مشروع فاشل من البدايه ديالو لان الطين فيه الكسور. صافي قال لك الوالد فاشل يعني فاشل لانه دابا الوالد كيفهم في هذا الشيء ديال المشاريع والفلوس فهمتيني. قولي قولي نصحوه ايه لا بصح نصحوه انا كنفهم في هذا الشيء ديال المشاريع. انا في نظري
شنو ظهر لك عمي الا درنا شي وزين ديال النبك؟ نبك؟ لا لا النبك ما كيتمشى شي في الخارج. انا باش ننصحك اولدي دي الا بغيتي تربح الفلوس وتدخل الدو في الصحيح نديرو شي مشروع ديال نبداو نوسقو تفوسيخه. مخور معلوم تفوسيخه تفوسيخه شنو غتجيب لك في الخارج؟ راه عندهم ازمه ديال التفوسيخه. شي مزحه علاش كضحكوا ياك لاباس؟ المهم انا عجبتيني والله الا عجبتيني بالله عجبتيني لانك شاب ومناضل ومكافح ماشي بحال شي وحدين كيغبروا حتى كيعياو وكيتمو جايين طوال من الخارج. انا لو كان ما عجبتيني ولقيتك راجل وكابابل وعندك الدوبي الصحه عندك الماليه اللي يمكننا نديروا بها المشاريع ما نطول جاي معاك، ولكن ونعم ما يتسالك شاي. هذا هو الراجل تا بنادم يتمغابر لك سنين والمنين وفي الخارج يدي فوق راسه يقول لك اه الخارج ما عطانيش، اش غادي يعطيك؟ خدام ابح ناضل اجمع زير السنطه صافي الولد الله يسامح خليني نبرد جنوني بشي وحدين اللي كيتمو جايين خاوين. الله يسامح لهم هاد الناس اللي كيمشيو حتى على برا وكيجيو ما كيديروا والو. الله يسامح لهم على وجهك غير على وجهك. هما اليوم نسمعهم من منقي خيارو انا بركه. ايوا اش درنا دابا في المشاريع؟ صافي دابا شنو علاش اتفقنا؟ انا راه عندي بزاف ديال الافكار خصني غير وقتاش نوظفها. اش دار لك؟ كيبان لي عمي خصني نجلسو نرتاحو شويه ونفكروا على خاطرنا ما نزربوش. معقول؟ ما قلتي عيب ديك الساعه تجي لي نيت الوالده فهمتي ونتعشى ونشوفوا ديك الساعه حتى الوالده حتى هي راه عندها ما تقول في هذا الشيء ديال المال. لا الوالده ما تدخلوش في هاد المسائل ديال البيزنس، هي ما عندها ما تفهم والو في هاد الشيء ديال البيع والشراء. انا اللي كنعرفها وهاد الشيء ديال التجاره والمشاريع راه خصك تكون سيدي ومولاي. مربوح اديره اشنو كي خصك تكون سيدي ومولاي ولا لا مولاتي؟